تصنيف فيتش رايتنج تصنيف لبنان الى سي سي مع افاق سلبيه. احنا اليوم في نفس وضعيه لبنان بعد 19/2000 وبعد ذلك تصنيف للبنان، وبعد 6 أشهر فقط وقع تعويم الليره اللبنانيه، العمله اللبنانيه. وللاسف الشديد اليوم افقنا على خبر صادم لبنان الجميل، انه للاسف الشديد لبنان والبنك المركزي يعلنان للاسف الشديد افلاس لبنان. خبر حذر منه عديد الخبراء انه مصير تونس ليس بالبعيد، خاصه عندما نستذكر بيان مجموعة الأزمات الدولية كرايسيس جروب في جانفي الأخير، عندما نبهت إلى أن استمرار الوضع في تونس على ما هو عليه وهذا خط سير تدهور قد نسير إلى ما لا يحمد عقباه. قالت منذ قليل صابرين أن ما يفعله سعيد عبث بالدولة. هذا نذكر السادة المشاهدين خاطر التوانسة طيبين في مكة الطيبة الباهية أنهم ينسوا في ساعة. سعيد في ظرف يومين اثنين يغير موقفه من حل البرلمان. نهار الاثنين تكلم في الليل ديما هو سيد رئيس الجمهورية ان بومة مينيرفا لا تبدأ في التحليق الا عند الغروب. سيد رئيس الجمهورية الالهام عطاه من ربي سبحان الله، غير حكمه، غير حكم ما غيرش موقف راه اللي غيره حكم، يعني شاف النص خرج حكم اللي لا يمكن الان لا يمكن حل البرلمان باي حال من خلال النص اللي موجود عنده. وبعد نهارين الحكم تبدل. فقد حبيت ان اشير انه الالهام تاع السيد رئيس الجمهوريه معتم سبحان الله يجي في الليل. هذاك علاش احنا ننتظر في كل لحظه انه اذا كان جينا خطاب في الليل راهو تجيه البركات هكا سبحان الله كيفاش يجي. شوف السيد رئيس الجمهوريه كيفاش غير موقفه بين الاثنين وبين الاربعاء، ثم عوده لضيفيه في البلاطو سي مقتدى المجري. يلا. لقد تم احترام اجراءات الدستور لان الدوله كانت تتهاوى وكانت المطالب في كل مكان تتصاعد بحل المجلس، ولكن لم يتم اللجوء إلى الحل لأن الدستور لا يتيح ذلك، بل تم فقط التجميد حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة. وبناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. زميلي بغداد في لقاء سابق مع يبدو انه يعني من الاقدار الجميله انه القرار الاولاني مش ممكن حلان المجلس بين على النص ما يسمحلوش، ولا من بعد نهارين تغير ظهر لي هو مازال في نفس الكسوه. وهذه تقاطعات جميله فقط مقداد انه في حلقه سابقه كان معي الدكتور منصف مرزوقي واعطى شهاده للتاريخ عن ما تعرضت له الرابطه التونسيه للدفاع عن قمصان سنه 94 عندما وقع الانقلاب على الدكتور مرزوقي. حينها كان سي خميس الشمالي حسب شهاده الدكتور مرزوقي في حلقه سابقه طلع في الكرسي وقام بانزال اللافته نتاع الرابطه، قال سكرنا ما عادش قمصان. اسال نحن بقرار رئيس الجمهوريه هذا يعني شبعنا توانسه 10 سنوات حقوق وحريات إزينة يكفينا تخمة وليش نكملوا احنا؟ سكرنا البرلمان وما عادش أحزاب، لأنه رئيس الجمهورية نفسه قال لا حوار مع من يرفض 25 جويلية، انتهينا. تفضل سي مغدال. المحالة ما سألتنيش ولكن ربما نجم نعطيك في تفاعل احنا نعم نعطيك تفاعل مع اللي تحكي فيه. يعني اليوم خلينا نذكروا توانسة مهم برشا ذكرهم لأني أحداث تترى في جرة بعضها وذاكرة قصيرة بسهولة نجم نعوم توانسة وكل مرة نجيبوا لهم حكاية فينساوا اللحظة الأولى وينساوا اللحظة متاع الفارينة الأولى. نعم فارينة. نعم الفارينة الأولى. الفارينة الأولى اللي تعدت علينا نحن كون قيس سعيد الرئيس المنتخب واللي انتخبناها كما ينتخب الصالحون وكما ينتخب القادة والزعماء حسن ظن بينا، لكن ذاك الكل مش يتيح فيه راهو. والله الكل باش يتيح فيه، تعرف علاش؟ بخير ان شاء الله. باش يتيح فيه الكل، باش يتيح فيه، كي نقولوا يتيح فيه شنو معناه؟ ربي يحفظه يتيح فيه بما كسبت يديه.
مش يطلع فيه بما كسبت يدي. ربي يحفظه ان شاء الله. نعم ربي يحفظه ان شاء الله. ربي يحفظه لشكون سيد الرئيس؟ ربي يحفظه وش يحفظه. ربي يحفظه، ربي يحفظه، ربي يحفظ تونس ان شاء الله. ربي يحفظ تونس. نعم ان شاء الله، ان شاء الله اللي يعمل فيه، ان شاء الله اللي يعمل فيه. وهاو شفنا يا توانسة، هانا شفنا 8 شهور، هاو عنده كل شيء. اعطوني ما هو المؤشر الايجابي اللي عمله قيس سعيد الى حد الان. اعطوني ما هي الجمله اللي قالها وطبقت في الحديد، في البطاطا، في العظمه، في البيض، العظمه في الاصفر متاعها وفي الابيض متاعها، الزقشي حتى في نصف البيضه. يعني هو الى حد الان لا يمتلك الا الكلام. نحب نرجع لاول لحظه، اذا يوم 25 جويلية قيس سعيد تكلم قال انه اخذ هذا القرار باش يدخل في اجراءات استثنائيه لان هناك، شوفوا راهو ماهوش حاجه سهله، رد بالك وتحط يدك على قلبك، هناك من يوزع السلاح وهناك من ممكن وعند وكل ممكن هو ذاك يعني رئيس دوله وما يعطيكش حاجه فرم، حاجه اللي هي كونفيرمي، حاجه ولا اكيد موجوده. نعم. لا هو هو، وهناك ربما من سيوزع المال. الى حد الان ما شفناش حتى انسان بالماسك على الاقل ونعمل له بافيت من اللوطو عصابات ملثمه، مش باش يقول لنا هالعصابات الملثمه وين. اخي ساهل باش تدخل تونس وتوزع السلاح وبعدين لنشوف محاكمتك ولا اسمك ولا انت. قيس سعيد اليوم ممن يتلقى الاخبار، احنا نقولوا له راهو معاه سمعته هو، ولو اني ما تهمنيش سمعته هو، انا يهمني شعبي اللي باش ندافع عليه، اما سمعته هو ستظل راسخه في كل الجامعات خاصة لتقرير القانون، وسيولد رجال ورجال ورجال ويقرأوا الفصل 80 ويشوفوا قيس سعيد شنو عمل، يحطوهم زوز مع بعضهم الكمبيوتر يتبلانتا. هو اي نعم اساتذة الجامعة أي. مختصي بالحقوق حبروا بيان واضح ان ما يفعله سعيد لا علاقه له لا بالدستور ولا بالقانون. نعم نضيف لذلك يعني بخلاف الحرم الجامعي وبخلاف الجامعة في المستقبل كيف ستتعاطى ربما قد يمنع في المستقبل من دخول الجامعات اللي تقرر القانون الكل بناء على الشيء اللي عمله هو بالنص وبالممارسة وبتلويث الحياة الدستورية هذا الكل. شوف اليوم سهل التزمير، التزمير سهل اليوم، التزمير سهل، ولكن بشوي 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 الطباب اللي مش يتعب والزكار مش يتعب ومش يولوا يستنجدوا بالفارينة ولا يجدونها. هذا واحد. اثنين قيس سعيد ايضا وهذا موش سهل باش يتعدى الشيء اللي قاله لنا بان هناك من يوزع السلاح. انت عملت الارهاب للشعب وخوفت الشعب التونسي بتوزيع السلاح، عائلاتنا وصغارنا ونسانا، الناس الكل سمعوا بان هناك من يوزع السلاح في تونس وحذر ما واش يوزع الشوكولاتة. نعم. هو اللي يوزع في الحليب نخافوا منه خاطر علاش الحليب يزلق، هذا يوزع في السلاح. وتمر هكذا ستولد أجيال وسيأتي وقت وإن شاء الله غير بعيد واللي قالوا كل ذاك سيؤتى بقيس سعيد ويتسأل شكون اللي أعطاك موضوع التسميم، شكون اللي قال لك محاولة القتل، كيفاش صارت، وسنعرف أن ذاك الأخطبوط الذي يسطر اليوم مستقبل تونس أو يخيل إليه كذلك. تسميم الخبز أم مع الرسائل المسمومة؟ كله 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 وكله يمر، كله يمر مع إعلام، وسامحني أقولها كاملة مع كامل احترامي بالماجسكول، إعلام الزبالة كثم بهين توشفوهم. الاستثناء ولا قليل جدا، لا أحد يطالب بندوة صحفية ولا أحد يطالب بتوضيح، حتى المطالبات حشمانة، حتى الإضرابات متاع الإعلام عملها بعد ما عامر عياد ما شافوشه ومراياتهم ما ترى إلا بلون الواحد وإلا ما تم إذلالهم وإذلالهم للي صاروا سيء على قارعة الطريق ويتعاملوا معهم كما يتعامل مع رعاع القوم. شوية هكا عملوا هكا حركة شوية كما الاتحاد باش يبين أنه مازال فيه نبض. نعم. شرف فإنه يمشي إلى مثل هذا. تحكيت لي على الاتحاد من قبيلة وحكيت على هذه المنظمات. نعم. أخي أخي, أخي أخي شروط البنك الدولي وشروط المانحين البرة، أخي ما هو في باله الاتحاد وأنكر في باله اللي الأجور مش يتم تجميدها، وفي باله اللي الدعم مش يترفع، وفي باله اللي الدينار باش تنقص من قيمته، وفي باله هذا القاتل الاقتصادي وهذه الحقنات. نعم. القاتلة من المانح الدولي في باله بها
لكن لعلمك وهنا نقول حاجة للتاريخ، لقد دخل رجل على الباجي قائد السبسي الله يرحمه وهو الآن بين يدي الله، فوجد أمين عام اتحاد الله يرحمه دون أن أذكر اسمه القاه، وسي الباجي قائد السبسي حاط له الورقات على الطاولة، قالوا يا سي الأمين العام هذه ملفاتكم السوداء، أيتريض ولا نعمل معاكم اللازم؟ والبد الاتحاد قيس سعيد عنده ملفات على الاتحاد، والاتحاد مش ممكن يتكلم بالشرف، الاتحاد هو قصة متاع فساد، الاتحاد عنده مديولية ب 18 مليار أعتقد للسينساس، ختم الاتحاد هذا ياخذ في الاشتراكات، ولا عنده تصدير حوت في سد، ولا عنده سلعة استوردها وبقات في البرد، ولا عنده ماكينات في الزولو، ولا عنده ضو تقص ضربة السلعة في الفريجو، فالس منيش 18 مليار انت عندك مديونين للصناديق فقط الفلس بتاعك. لماذا قيس سعيد لا يفتح ملفات الفساد بتاع الاتحاد؟ لأنها أحسن طريقة للضغط على الاتحاد. نعم، لأنها أحسن طريقة للضغط على الاتحاد، وبالتالي الأفلام اللي نشوفوا فيها الكل متاع الطبوبي والحوار الوطني والتلحيث لقيس سعيد، الجميل في قيس سعيد أنه في الأخر بيكون عنده حتى صديق، وأنا متأكد اللي باش يخدم بالاتحاد كمساحة حشاك ثم يمر فوقه إلى ما بعد الاتحاد، هذا متأكد منه. مع احترامنا الكبير لنقابيين الشرفاء.